نشرت صحيفة الوطن البحرينية الحلقة 17 لسلسلتها الوثائقية عن تاريخ الزبارة تحت عنوان اعتداءات المرتزقة وصمت المصالح، وتأتي هذه الحلقة استكمالا للسلسلة الوثائقية التي أطلقتها الصحيفة لتبين النهضة التي بنتها الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. جاء في وثيقة بريطانية صادرة من المقيم السياسي في بوشهر بتاريخ 6 مايو 1937 بأن قبائل الزبارة لا يحملون أي وثائق سفر للدخول غرب ساحل شبه جزيرة قطر، ولا يدفعون ضرائب أو رسوم جمركية لأي جهة أخرى، وفوق كل ذلك فإنهم يدينون بولائهم ويتلقون أوامرهم من حاكم البحرين وتوابعها. وعلى الرغم من ذلك فإن أصحاب الشركات النفطية الذين حصلوا على حقوق نفط الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر والمرتبطون بهذه المصالح النفطية كانوا يرون أن المطالبة البحرينية بالزبارة يجب ألا تتكلل بالنجاح، وكان من الواضح أن استمرار استفادة شركة الامتيازات البترولية المحدودة البريطانية من النفط القطري كان مرتبطا بمسألة حسم تبعية الزبارة لضمان استمرار مصالحهم النفطية في كامل شبه جزيرة قطر. وتضيف الوثائق: ومع ذلك عليهم أن يدركوا بأن الحجة ليست معنا ولكن مع البحرين، ونحن نسعى جاهدين إلى تسوية ودية بين الطرفين. وقد بيّنت حيثيات المفاوضات أن الحجة بحق كانت مع البحرين وليست مع أصحاب المصالح السياسية أو النفطية، بل كانت المؤشرات على الأرض تشير بأن قبائل قطر في الدوحة تكن بالولاء لممثل آل خليفة في الزبارة. عقدت الجولة الأولى من الحوار في البحرين في صباح يوم 12 مايو 1937، وفي نهاية يونيو 1937 أجريت جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين في قرية الغارية الكائنة شمال الساحل الشرقي من شبه جزيرة قطر. وفي كلا الجولتين تتم المماطلة ولم تكن هناك نية صادقة للوصول إلى حل. أما الذي جرى بين جولتي المفاوضات وما بعدها فكان أمر يخرج عن أعراف الدين وأعراف المجتمعات العربية المسالمة التي عاشت في كنف الدولة الخليفية منذ التأسيس وحتى اللحظة. قام المرتزقة أولاً بمهاجمة أهالي الزبارة والقرى الأخرى ونهبوا المواشي والأغنام والجمال. وفي 27 يونيو 1937 تطورت الأحداث فقاموا بمهاجمة قلعة الثقب، وقاموا برمي سكانها ببنادقهم، وقاموا قبلها بالهجوم على الأهالي وتم رميهم بالرصاص. أسفر هذا الاعتداء عن تعرض عدد من أبناء القبائل لإصابات، وبعضهم كانت إصابته بليغة، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى الأمريكي في البحرين، وحرص الحاكم على زيارتهم. وصف مستشار حكومة البحرين وعضو وفد المفاوضات تشارلز بلغريف هذا المشهد، حيث شاهد نشاطات غير عادية على الساحل، وكانت هناك شاحنات محملة بالرجال تتحرك نحو الزبارة وتم إنزال أعداد منهم. اندلع القتال بعد ذلك، وتبين أن رجال قبيلة النعيم من أهالي الزبارة قد تعرضوا للهجوم. وقد أفاد عدد من كبار السن وأسرهم من رعايا الدولة الخليفية في الزبارة بأن المعتدين من المرتزقة كانوا قد أحضروا بشاحنات تتبع شركات النفط. من مواتر لونهم أخضر، لارية كبار، هذه معطينهم الإنجليز اللي هم يبون ينقبون النفط، زحفوا عليهم زحف بالسيارات وبالارتشاب وبدي، راحوا حق الديار الساحلية وانهبوها نهب كلش، وخذوا الدبش الغنم وخذوا الرشاب الموجود، كل شيء يلقونه قدام ياخذونه، انهبوا الدير نهب ما خلوا شيء. وهذا الأمر ليس بمستبعد، حيث أن المفاوضين من الجانب الآخر كانوا طوال المفاوضات يتلقون تعليمات من مسؤول شركة النفط، وهو ما تم توثيقه في الوثائق البريطانية.
لم يستهدف المهاجمون والمرتزقة قرية معينة، بل استهدفوا جميع القرى الموالية للدولة الخليفية وإقليم الزبارة نفسه بالتزامن. وفي ظهر اليوم الأول من يوليو 1937 اقترب المرتزقة من قرية لشا، فسارع الرجال بالاستعداد للمعركة مع أبناء قبيلة النعيم الذين احتشدوا أيضا للدفاع عن أرضهم. وبدأت المعركة بإطلاق نار كثيف ومواجهة حامية بين الطرفين، ليتراجع المرتزقة إلى الشرق رغم قوة تسليحهم. ووجد رجال النعيم عددا من الجرحى تم نقلهم إلى لشا للعلاج، واستشهد بعضهم في المعركة. كتب شيخ النعيم الشيخ راشد بن محمد آل جبر بيانا مهما للتاريخ، فصل فيه الأحداث وذكر فيه أن المرتزقة انتقلوا بعدها ولاحقوا القبائل بلدة تلو أخرى من بلدان الزبارة، وشملت فريحة والعريش وخداي وقصر الثقب والخوير، وقاموا بنهب الأهالي، وشمل النهب جميع الملابس والفرش وأوانيهم وبيوت الشعر والحمير وأشرعة السفن. بعد ذلك توجهوا إلى قلعة مرير في الزبارة وحاصروها حصارا شديدا، وهنا اضطر الأهالي إلى تسليم أسلحتهم بسبب الجوع والحصار والظروف الصعبة التي مروا بها، فسلبوهم سلاحهم وأموالهم ومواشيهم. وفي الثاني من يوليو عام 1937 أخطر المستشار بلغريف المعتمد السياسي أن قرية فريحة تم الاستيلاء عليها بعد قتال شديد، وقام المرتزقة بإطلاق الأعيرة النارية من رشاشات محمولة على شاحنة، وترمي النار بشكل جماعي على القرية. وهكذا استمر الهجوم على مختلف المناطق التابعة للحكم الخليفي في شبه جزيرة قطر، وهدمت بيوتهم ومساجدهم وقلاعهم، واستشهد وشرد المئات من أهلها، وهجر الآخرون قسرا. وتلك قصص أخرى قد يرويها شهود العيان في حلقات أخرى.